الأرض الثورة من وين هالحل الشغرة سبحان من عنده القدرة دهر القدرة ويحيرنا يا بنت هالأرض الثورة من وين هالحل الشغرة سبحان من عنده القدرة دهر القدرة ويحيرنا. شو بيقول الشاعر الجنوبي الأستاذ محمد علي شمس الدين؟ يقظة وذكية وجميلة، شخصية فيها من الإبداع ما فيها من المرح، وفيها من العمق ما فيها من الطفولة. زكي نصيف هو كائن موسيقي فولكلوري لبناني جميل، جزء من كنزنا الموسيقي الكبير الذي يضم زكي نصيف والأخوين رحباني وفيلمون وهبي. يجمع زكي نصيف في شخصه الموسيقي ما يجمعه الريف اللبناني من صفاء وعتيق كتير تراثي وشعبي ومرح وراقص، كمان بيضم إلى ذلك في ألحانه تلك الطفولة التي لا تشيخ. لما بسمع أغاني وأشعار وألحان زكي نصيف بعرفها بدون ما يعلن المعلن أنه هذه تعود إلى هذا الموسيقي أو المغني. في علامات مميزة لهذه الألحان، أول علامة أنه عندها إيقاع مرح وسريع للحن، حتى لو كان الصوت احيانا في شيء من الحزن مثل لحن تفطلك احلى زهرة، انما سرعة الايقاع تزيل او تبدد حزن الصوت او الكلمات، لانه عادة اللحن الحزين بكون بطيء، اما الحان زكي نصيف فهي الحان سريعة وهي الحان حركة وليست الحان يعني ركود، لانها طالعة من فولكلور ريفي متحرك وحي. بيستعمل الالات المناسبة لهذا الفولكلور، حتى انه كل لحن تقريبا بتصوره على صورة عرس لحني. في نقطة جوهرية من الامل او التفاؤل في عمل زكي نصيف الموسيقي والغنائي. لما بسمع راجع راجع يتعمر، راجع لبنان، راجع يتحلى أخضر أكثر مكان، بحس بهذا التدفق الحياتي في اللحن وفي المعنى وفي الصوت. دائما فينا نرقص على ألحان زكي نصيف، لا بنستسلم لا للحزن ولا للانسحاب أو الركود، وحتى العشق عنده هو عشق متحرك ومرح وليس عشقا بكائيا مثل عشق فريد الأطرش في ألحانه مثلا أو عبد الحليم حافظ. بيستخدم زكي نصيف بألحانه بعض وصلات صوتية ربما اجتنا من أيام الموشحات الأندلسية مثل هليابا هليابا. هاي الوصلات هي وصلات صوت ما يعني ما إلى دخل لا بالشعر ولا باللحن، إنما هي اللي بتوصل الأشعار بالألحان. في صلة أكيدة بين ألحان زكي نصيف اللي فيها ردات متكررة وحركة وأحيانا دوران، وبين الكلمات اللي معظمها هو بيكتبها، وصلة ايضا اكيد بين اللحن والكلمات والاصوات اللي بتأديها، سواء اداها زكي بذاته او اداها مغنين بعتقد من فيروز لغسان صليبة مرورا باخرين، مثل غنية عالساحة أم زلي بهالآم المهيوبة وغزل البنات زلي بهالبسمة الطيوبة اللي بيأديها غسان صليبة.
هالصلة هاي بين الشعر واللحن والإداء والصوت هي صلة ثلاثية رائعة جدا، بتجعل أغنية زكي نصيف كتلة متصالحة مع نفسها وغير متنافرة، لأنه كلها نابعة من عمق الفولكلور الجميل اللبناني اللي يعتبر زكي نصيف قامة عالية من قامته، إضافة للأخوين رحباني ولفيلمون وهمي. أوف لا 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 عيني يا لا لا لا، يا جمال بلادي يا جمال من قلبي وروحي بهواها، بالدنيا ما برضى بدا لا 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 لا. عيني يا لبالة يا جمال بلادي يا جمال من قلبي وروحي بهواك، بالدنيا ما برد بدالك. لا 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 عيني يا لا لا لا، يا جمال بلادي يا جمال من قلبي وروحي بهواها، بالدنيا ما برد بدالك. لا 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 عيني يا لا لا لا، يا جمال بلادي يا جمال من قلبي وروحي بهواها، بالدنيا ما برد بدالك. الناقد والكاتب الأستاذ هاشم قاسم، شو بقلنا بتقييمه هو لفنان الأستاذ زكي نصيف؟ يعني استخدم محمد علي شمس الدين تعبير الفرح، قال عنه فرح، وأنا بودي لو بسمح لي الأستاذ محمد أني أبدل هالكلمة بكلمة تانية، يعني كلمة اللي بدي أبدلها هي غبطة محل كلمة فرح، غبطة ممسوكي أكثر، لأنه جاي اللحن عند زكي من رصانة ومن غبطة هادية شفافة وشربان الأرض بكل تناقضاتها بكل مشاكلها بكل معاناتها، معاناة الفلاحين والشغيلة والعمال والإرث التاريخي اللحني البيزنطي والسرياني، خصوصا السرياني، لأنه زكي راعى السرياني أكثر لأنه أكثر شعبية، الغلاف بيزنطي إذا بدك عنده، لأنه بيعطيها الأبهة بيعطيها هالهيلي بيعطيها. بس يعني بدي بدل هالكلمة وموافق على جزء كبير من اللي قاله محمد. انطلاقا من هالنقطة، زكي ليس استمرارا لأحد أبدا، يعني ما في قبله مثله، إيه ما في قبله حدا بيشبهه، إيه ليس استمرارا لأحد، وما بعتقد أنه بيجي واحد بكفي، لذلك بتشوفي أنه زكي نصيف ما حدا غنيله ما حدا غناله لزكي إلا قليل جدا، وما نجحوا عموما، اللي غنوا لزكي نصيف ما نجحوا، يعني قلدوه حاولوا تقليده، ما كان في حدا من هون بيقدر يملأ هذا المكان، مكان يعني أن يغني لزكي نصيف أغني يؤديها أداء جيد كتقليد. نعم. أي. هيدي نقطة مهمة. الزكي بهالمعنى يتفرد ويتميز عن كل السياق الصوتي اللي برز عنا في لبنان من الأربعينات حتى الآن، يعني بغض النظر عن طاقته الصوتية أو عن اللحن اللي عم بيلحن أو بيوضعه هو لأغنيته. زكي صوت بالناحية الصوتية مليء بالمنمنمات، مليء بالتفاصيل، بالعرب الصوتية الصغيرة الجميلة التي لا يستطيع أن يؤديها سوى زكي نصيف. بعدني بالفكرة ذاتها أنه الأداء هون صعب، لأنه صوته هو
طبيعة صوته والمنمنمات الموجودة بصوته والعرب الموجودة بصوته مش موجودة بكل الأصوات وهي نادرة، بالإضافة لأنه الجملة الموسيقية اللي بيكتبها واللي بينفذها جملة بالغة التعقيد، ليست جملة سهلة. يعني ما منشوف هذه الجملة أو مثيلا لها في الكتابات الموسيقية يعني اللي برزت فيها. وإن كانت على السمع سهلة وظهرها وإن كانت سهلة هي بتغش بفكرها الواحد أنه هينة، بس في الواقع هي صعبة جدا، صعبة من حيث التركيبة تدافعها، صعبة من حيث يعني التدامغات إذا بدك الدمغة اللي فيها، يعني هويتها من حيث ترابطها ببعض، يعني الشبكة اللي بيشبكها هو فيها، يعني الحياكي الحياكي اللي بيحيك فيها هالعرب وبيصيغ منها جملته الصوتية وبالتالي الجملة الموسيقية المرافقة لها. يعني اللي بيلحن منيح لزكي نصيف هو زكي نصيف، إيه؟ واللي الصوت اللي بده لحن هو إيه؟ هو زكي نصيف صوته اللي بيطلب لحن معين. يعني من هون العلاقة الحميمة والعضوية بين الجملة الموسيقية اللي بيكتبها زكي وبين صوته وبين جملته الصوتية أو قدر طاقته الصوتية وطبيعة الصوت وخصائصه. هيدي يعني بالناحية الفنية إذا بدك لصوته، في يعني قدر يعمل شكل هو بشكل مبكر، يعني هو مزيج من عدة أشكال عرفتها الموسيقى المصرية وعرفت أيضا بالمدرسة الحلبية إلى حد بعيد، مدرسة حلب بالغناء وبالموسيقى، استخدم اللازمة بس هو مجموعة منها، يعني ما هو ليس المدرسة المصرية وليس المدرسة الحلبية، يعني أكيد قطعا هو ليس كذلك، لا هذه ولا تلك، لكنه بتشوفي عنده كيف بيبدأ بلازمة، أغنيته عبارة عن عناصر بيطلع منها بنية لازمة ثم نغمة بسيطة بيطلقها، بتشوفي هالنغمة بدأت تتطور. جملته مش غنية بكتير بالجمل الموسيقية، يعني الأغنية عنده 3-4 جمل أو أكثر بشوي أو أقل بشوي، لكن جملها الموسيقية محدودة قليلة، لكن بيركب عليها بيعمل لازمة، بيعمل جملة موسيقية أو نغمة صغيرة ثم بيعمل كوبلي ثم بيصيغ منهم التركيبة كلها، بيطلع عندك الجسم. نعم. الجسم ما بعرف إذا عم بقدر عبر مظبوط، الجسم جسم الأغنية، جسم الأغنية، جسم الأغنية. نعم. ككل بتاخدي المخلوق الجميل بكل ملامحه، عرفتي كيف؟ بتاخدي آخر شيء مخلوق جميل. من هون هو يمتاز بعقله الموسيقي بفكره الموسيقي، عنده فكر موسيقي، الفكر الموسيقي عنده بيبدأ بالعنصر الصغير ثم بيضيف العنصر آخر ثم آخر ليركب ليولد يعني النص تبعه الموسيقي أو النص الغنائي تبعه. هيدي الحقيقة يعني الملاحظات المتعلقة بشغله، طريقة شغله وطريقة العمل الموسيقي. الأهم من كل هيدا أنه زكي بيبقى ابن نفسه، قلت أنا جملة من شوي أنه ليس استمرارا لأحد. نعم. ما في حد مميز، إيه يعني هو حالة فريدة، محطة حالة فريدة، مثل ما بتحدثي عن موسيقي مثل محمد الأصبجي عمل أغنية، عمل كتير أغاني بس عمل أغنية شادافر بالموسيقى العربية اسمها رق الحبيب، معروفة غنية أم كلثوم، بتحكي عن عبد الوهاب، يعني بهالمعنى هو محطة، يعني بتحطيه بسياق لو كان لبنان مصر، أنا رأيي لو كان لبنان بحجم مصر وأهمية مصر ومخزون مصر التاريخي كان يمكن زكي قامة من القامات الكبيرة اللي منسمي فيها يعني
زكريا أحمد ومسمي فيها محمد الأصبجي ورياض الصنباطي وعبد الوهاب ومنسمي فيها هالعمالقة اللي اجوا بلبنان على حجم لبنان والمنطقة الظهير اللبناني، ظهير لبنان يعني سوريا وفلسطين وكل هالمنطقة هذه. زكي يعني له مكانته في تاريخ الموسيقى المشرقية، ومن هون يمكن موقع وأهمية أغنية زكي نصيف بالخزينة الموسيقية اللبنانية. هيدي جزء منها. نعم. كتقييمك لزكي نصيف الإنسان، هل ممكن نفصله عن الفنان أو هو كل مثل ما سبق قلت حضرتك؟ يعني بدي أنا أضيف شغلي قبل ما ننتقل للسؤال. نعم. إذا بتسمحي لي بدي أحكي عن ثلاث أنواع من الأغنيات أو الأغاني عملها زكي نصيف، وهيدي مهمة كتير لأن أجت بمرحلة يعني مبكرة شوية عن كل الموسيقى في لبنان. عمل ثلاث أنواع من الأغاني زكي، عنده ثلاث أنواع. نوع الفولكلوري اللي معروف يعني ما بدنا نفوت فيه تفاصيله ونسمي أسماء. النوع الثاني هو النوع الوطن الأناشيد اللي عملها، وهي عدد كبير. وبلبنان الآن بس بدك تعملي هيك مناسبة وطنية أو ترجع لأغاني، ترجعي لأغاني مثل يعني إلى النصر يا أمتي أو راجع يتعمر على روح الشعبية هيك المباشرة اللي بتحرك الناس والجموع وكذا. ومهما يتدمر بلدنا ومجموعة كبيرة، مجموعة كبيرة. هيدي الأناشيد ميزته، ميزته هو بهالمعنى ترك إرث كبير، له إرث كبير بهالموضوع. بعدين الأغنية الحديثة، يعني هو وطأ ثلاث شغلات. آخر واحدة من هون هي الأغنية الحديثة اللي فوت فيها السلاسة النغمية، اللي فوت فيها الجمل المتعددة، اللي استخدم فيها الكورال، اللي استخدم فيها المغني والكورال، واستخدم فيها الشعر والفرقة الموسيقية، وهذه عناصر أساسية في بناء أو في صوغ الأغنية الحديثة من ناحية الشكلية ومن ناحية المادة الموسيقية. نعم. وبالنسبة لتقييمك لزكي نصيف الإنسان؟ زكي نصيف ما إلي حق أنا يعني أطلق أحكام عليه، لأنه أكثر من يحق له الكلام عن زكي نصيف هو زكي نصيف نفسه. لكن أنا بعتقد أنه هو شخص على درجة عالية من الخلق والتجربة الصادقة في حياته الفنية وفي عطائه للموسيقى. ويمكن في يقول انه ندر حياته للموسيقى وعطاها كل ما يملك او ما خلص التجربة تبعه. استاذ هاشم قاسم، ككاتب ونائد، سؤال اخير باختصار، التاريخ برأيك وين رح يوضع اسم زكي نصيف؟ يعني اذا بدك تكتبي التاريخ للموسيقى في لبنان، زكي بيجي بين الأسماء اللي بيبقوا يعني، وهم قلائل حقيقة. نعم. قلائل جدا. يعني إذا بدك بتسمي إذا أتيح إلي أني سمي، بسمي أنا زكي، بسمي توفيق الباشا، بسمي الأخوان رحباني. نعم. طبعا يعني بدون نقاش كتير بهالموضوع، الأخوان رحباني وتجربتهم المتقدمة، وزكي، وبسمي وليد غلمية كمان أيضا طبعا كل واحد بجانب، يعني ما كلهم بيتقاطعوا طبعا، كل واحد عنده شغلة يعملها قدامه. دقة ودقة مشينا
قديمة عطول المدى دقة ودقة مشينا حبايب عالهدى يا رب تهنينا عطول المدى نحنا والحنايب بين الزهر سرحنا صار الزنبق يسألنا وين الغيب يطولنا وعشفاف الورد تصبحنا حبات النبا. من بداية الطريق من الأربع وسبعين وقبل ما يتحول غسان صليبة لتلميذ فعلي للموسيقي الكبير غمروا زكي نصيف بالمحبة والرعاية. لقائي كان مع الأستاذ زكي نصيف باستوديو الفن وكان هو أحد أفراد اللجنة التحكيمية وبتذكر أنه واقف إلى جانبي كان مؤمن بصوتي وبموهبتي وقال لهم لبعض اللي قالوا ما أخذ على قلة خبرة الموسيقية إنه الموسيقى واحد ممكن يدرسها يتعلمها بالمعهد إنما الصوت الحلو هذا صعب واحد يتعلمه وهيك صار في علاقة احترام كبيرة حقيقة وكان دائما وبتذكر إنه قال لي طلب مني غني لبناني قطعة سما وجهني حول نوع معين من الأغنيات اللي ممكن إنه تبرز طاقات صوتي. هذه كانت بداية معرفتي فيه وفيما بعد صار أستاذي بالمعهد الموسيقي علمني سولفيج وتركيز الصوت وطلبت منه يلحن لي وبذكر أنه لحن لي يجار الرضا وسببت ظروف أنه ما تسجلت بصوتي هالأغنية إنما كنت صرت تغنيها بالحفلات وكنت كتير أعطاني ثقة وكنت سعيد بهالمعرفة والدعم المعنوي يلي أعطاني الأستاذ زكي نصيف. وفيما بعد صار في تعاون بأكثر من عمل فني على الساحة ومنزلي اللي هي كتب كلمات الشعر مش الجحة وبعدين عبالي عبالي يا حلوة الإقبالي كلمات وألحانه الأستاذ زكي وكمان عيون اللماحة كلمات وألحانه وأكيد يعني هو اللي طلب اني انا اغني بصوتي وسجلها بشكل رسمي رجعت عمى لبنان هالاغنية اللي اكيد شهرتها صارت بكل العالم وكل العالم غنوها طلب مني انه انا سجلها بصوتي وهي بعتبرتها انه كمان شغلة كتير مهمة وغنيت كمان من الحانه مهما يتجرح بلدنا يلي كمان غناها بصوته هو والناس بالحقيقة بيحبوا يسمعوا الأغنيات بصوت زكي نصيف يلي طلته قريبي ومحببي للناس بحبوه دايما وأكيد صرنا نشوف بعدنا وكنت دايما أخذ رأيه حتى بالإشياء اللي أنا صرت لحنها كنت أخذ رأيه وشجعني أنه كمل بموضوع التلحين وقال لي أنه في شيء بأول لحن سمعته إياه أنه ملفت يعني ممكن أنه يكون في موهبة الملحن وقال لي ليش لازم أنت تلحن لحالك انت بتعرف طاقة صوتك اكتر وما كان عنده مشكلة الانانية اللي موجودة مثلا عند البعض وكان لا كان يحب دايما انه كل واحد اذا عنده موهبة يبينها يعني يقدمها للناس وراجع راجع يتعمر راجع للآن راجع متحلي واكتر اكتر ما كان بكتنا إنساني وعونة إخوان هلا يا ما هلا يا ما راجع لبنان
حسان صليبة كيف بشوف زكي نصيف الإنسان؟ أنا بشوف أنه زكي نصيف والثقافة الواسعة اللي عنده، الثقافة الموسيقية والثقافة العامة، يعني بأي موضوع كان واحد يطرحه قدام زكي نصيف كان حقيقة ياخد جواب مقنع وحقيقي، ما كان يبخل حدا بأي مجال بينطلب منه. عيونك جرحوني قدروا بكر ميوني، يا إم عيوني الحلوين سرقتيني من عيوني. عيونك جرحوني قدروا بكر ميوني، يا إم عيوني الحلوين سرقتيني من عيوني. عيونك جرحوني قدروا بكر عيوني الحلوين سرقتيني من عيوني. عيونك جرحوني وعدلوا بكر ميوني، يا إن عيوني الحلوين سرقتيني من عيوني. صاحب الوجه الطفولي شو علاقته مع الأطفال؟ يمكن وجهي بيوحي للأطفال براءة، وأنا بحب الأطفال كتير، ما شفته في البندق اضحك له. مش بكون بيقربني ما بيقربني، مش معقول أنا أكون ماشي بالشارع بلاقي ست أو شي رجال عم يجر بإيده ولد صغير، بدي يضحك للطفل الصغير. ما في يعني ما بيضحك للأطفال، لشو بده يضحك؟ نقيلي أحلى زهرة يا فراشي، نقيلي زهرة تلبق للشقرة على شعرة تشكيلي، نقيها حلوة أحلى من ضحكة أطفال، وخلي الذنب يصرخلا من قلبه موال، والعصفور يترغلا ويترجم شو قال، وشق الفجر ينغملا بأوطاره تهليلي، ونقيلي أحلى زهرة يا فراشي نقيلي. هون بتوقف واحد على كلمة حلوة أحلى من ضحكة أطفال. أنا بالمناسبة سألتيني عن موقف من الأطفال، ما بقدر واحد اللي بده يضحك للطفل زمين ما كان يكون الطفل. نقيها حلوة أحلى من ضحكة أطفال، وخلي الذنب يصرخ لا من قلبه موال، والعصفور يترغلا ويترجم شو قال، وشق الفجر ينظم لا عطار وتهليل. إيلي أحلى زهرة يا فراشي نقيلي، زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكيلي. زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكيلي. السياسي الأديب ابن الشعب وممثله دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ إلي الفرزلي. طبعا لا يمكن اختصار فنان بحجم زكي نصيف أو التحدث عنه انطلاقا من دراسة نقدية موضوعية بهذه الفترة الوجيزة. ما قدمه الرجل على مدى أكثر من نصف قرن من عطاءات وإنتاجات إبداعية على مستويات عدة يحتاج لساعات وأيام لا لدقائق. سوف أكتفي بالإشارة إلى بعض زكي نصيف. أبدأ بالحديث عن بيئة زكي نصيف. هو ابن مجغرة والإنسان والفنان طبعا ابن بيئته. من يعرف مجغرة الجبل والوادي والصخر والسنديان والينابيع
والمدى المفتوح على سهل البقاع، يدرك تماما قيمة الموروث الجمالي الهائل الذي أكسبته إياه الطبيعة. ويعلم العالمون جيدا أن أبناء المدن تفعل البيئة فعلتها بهم، تتجه عقولهم اتجاهات هندسية، في حيث أن عقول أبناء الأرياف تتجه نحو الفن والشعر والتاريخ شاهد. فتأثير مجغر الريف يبدو واضحا في موسيقى زكي نصيف التي نهلت من مصادر عدة بالطبع، ولكن استفادت بشكل أساسي من الفولكلور، فقدمه بقوالب جديدة توجها تحديث رفع معه الفولكلور إلى مستوى الإبداع، لذلك دعي بأبو الفولكلور. أضف إلى ذلك تأثير الموسيقى البيزنطية على ثقافة زكي نصيف. معروف أنه من كبار العاملين في هذا المجال، وهو من متذوقي هذا النوع من الموسيقى الدينية، خاصة مرتل يوناني يدعى تيريس تيريس، وهو كما يعلم المتخصصون أفضل من أنشد ألحانا بيزنطية. يقابله الشيخ مصطفى إسماعيل في التجويد القرآني، وأعتقد أن الأستاذ زكي من عشاقه أيضا. طبعا بالإضافة إلى ثقافة موسيقية عريضة تبدأ من السريانية والألمانية مرورا بالإبداعات الأندلسية والعربية عامة، وصولا إلى الموسيقى الكلاسيكية التي جعلت منه خبيرا في شؤون التأليف والتوزيع ومدرسا من طراز رفيع. امتازت موسيقاه بنكهة خاصة، فلو أخذنا مثلا ما قدمته السيدة فيروز من ألحان لزكي نصيف للاحظنا أمرا مهما، هو أن جميع من تعاونوا مع فيروز دارت موسيقاهم في الفلك الرحباني. من يسمع إصهار يعتقد أن اللحن وضعه عاصي ومنصور، لا عبد الوهاب. كذلك دخيلك يا أمي، لا أحد يصدق أنها من ألحان عبد الوهاب، والأمر نفسه يتكرر مع فيليمون وهبي وإن بدرجة أقل. أما مع زكي نصيف فالأمر اختلف، أهواك أو يا بني أمي أو الموشحات، فهي تحمل روح زكي نصيف وتفرد زكي نصيف وغرابة زكي نصيف وخبرة زكي نصيف التي حافظت على المناخ الجمالي الذي اعتاده السامع في صوت السيدة فيروز، وهذا يتطلب قدرة نادرة وجرأة خاصة، فأنت تتعامل مع صوت هو كالشمس، إن لم تكن خبيرا قضت عليك، وأعتقد أن التجربة كانت مميزة. تماما كما أن زكي نصيف مميز، فهو إلى كونه عالم في الموسيقى تأليفا وتوزيعا وعزفا وتدريسا، هو شاعر رقيق مرهف. طبعا لم يحترف كتابة الشعر احترافه للموسيقى، إلا أنه تعامل مع الكلمة بإخلاص، تعامله مع النغمة، وامتاز شعره برقة تشابه موسيقاه. وأشدد على كلمة رحبة، لأنها تتصل اتصالا مباشرا برحابة السهل الذي نشأ وترعرع فيه هذا الفنان البقاعي الكبير. رحابة البقاع حاضرة أبدا في شعره وموسيقاه، تتراءى لك يا نبيع بشغرة وأنت تستمع إليه، يخيل إليك أنك في عيتنيت وبحيرة القرعون تتراقص طربا وتسجد الصخور في تلال البقاع الغربي كلما سمعت ترتيلة حنانك يا رب.
صدعي يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاق، فسرت بهديك في دربي وبظمأ المشتاق لمن هلك الصافي العذب أروي به أمنياتي. وبالانتقال للعلاقة مع السماء، كيف بيوصفها زكي نصيف؟ بس يوقع الإنسان بمجرد ما أنه يطلع بهالكون بليلة من ليالي الصيف وشوفها نجوم، شو بده يفكر؟ شو بده يفكر؟ بيفكر بغير بير الوجود الله؟ شو بده يفكر؟ بقول سبحان الله اللي كون المخلوقات العظيمة هاي، هالنجوم، هالفضاء، هالنجوم السائل ماشي بهالليل أسراب أسراب، وين مصيرها؟ وين خلقت؟ وكيف خلقت وكيف تكونت وكيف الشمس ومجموعتها، مجموعة الشمسية اللي نحن منها، والشموس التي لا تحصى ولا تعد ومجموعاتها. ها هذا شو يعني؟ لما كنت بمدرستي الأولى، هي مدرسة المخلص المعروفة ببيروت، كان في استاذ يجي كان يدرس الطب ببيروت، ومعلم كان بالصلاحية بفلسطين، يعني مدرسة الصلاحية بتعلم الترنيم، كان بده يعمل خوري وما عاد عمل خوري، ولكن صار يعلم ويرجع يدرس الطب هون ببيروت. هيدي هالترنيم هذا عطاني هالرغبة بمتابعة الترنيم بكل ما صار ظرف، يعني أني يعني فوت على الكنيسة ولقي القداس بأول، وكنت أدي إذا كان المرتل تبع الكنيسة فسح لي مجال مرتل، ما فسح لي مجال بعد بوجهه، بس يكون لما يكون بيعرفني بترك المكان، هو بترك لي المهمة بده يروح يرتاح. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي، أنا إن أحيا فبالإيمان أشرف معنى حياتي، سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي، صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاق، فسرت بهديك في دربي وبظمأ المشتاق لمن هلك الصافي العذب أروي به أمنياتي. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي، بلادي من السماء إلها معينا، هذا بيت عتيبة، ومن الخيرات ما بينضب معينا، وإذا هموم الدنيا كترت معيناي بصوت بوشوش نجوم السماء، ويلي هالموال أغنية فوق جبالنا، كلكم بتعرفوها، فوق جبالنا سمعنا الحال بعيد كتير من قلب الوديان، سمعنا رن جراس بتنادي على الناس وصوت المجوز بيسلي الرعيان. بعد اشتقنا على لبنان، هيدي اغنية تانية تعرفوها، اشتقنا على لبنان يابا وعخبار الضيعة واهلها، وعبسمة لبنان يابا وترحيبة اهلا وسهلا، وشرب من النبع الصافي وغفوة تحت الصفصافي، وحلوة تقلك عوافي باب القلب بيفتح لها الصفصافي، ليش لأنه موجود حد النبعة. اشتقنا على لبنان نسرح بين مروج وحقلاته، وشقيق النعمان يجرح قلب الورد ببسماته،
وزهر الوزال هدية من الجنة الربانية، نزلت رقة وحنية على لبنان ونسماته. وتلال خضراء موشحة بغيوم، وواقف براج مقابيل براج، وعاكل تلي للعطايا كروم، يغمر حلاها دراج فوق دراج، ودوالي عيدو ديني فرح قلب الحديني، شقرة حمرا على ايدها بتضوي مثل الشعنيني. ودوالي عيدو ديني فرح قلب الحزيني، شقرة حمرا على ايدها بتضوي مثل الشعنيني. تضوي مثل الشعنيني، شقرة وحمرا على ايدها، فرحة صبية بعيدة بتشرب كاسك من ايدها وبتقلى بعد صغيري. على مدى ساعات ما بتقدر تختصر عطاء بهالكم ومن هالنوع، انما حاولنا على الاقل نقلب صفحات ألبوم حياة غنية ونتوقف أمام صور الطفل المراهق والرجل. زكي نصيف المغني المؤدي الملحن الموسيقي والشاعر، الأستاذ والصديق زكي نصيف الفنان والإنسان، الإخراج جورج حلو، الهندسة الصوتية والتنفيذ سيمون مصور، الإعداد والتقديم سميرة أصابلي منير. زكي نصيف منحبك. وبالختام، I'm not afraid.